نداء الشريف أقيادكم لا تخاف. وفاء للتضحيات التي قدموها وللآلام التي يقاسونها داخل السجون، شهدت أغلب مناطق البحرين تظاهرات واسعة تضامنا مع الأسير الكفيف علي سعد وباقي المعتقلين الذين تغص بهم سجون النظام. ولأن قضية الأسرى تعتبر من القضايا الرئيسية عند الشعب البحريني في طريق نضاله من أجل تحقيق الحرية والتخلص من الظلم، فإن التظاهرات الغاضبة انطلقت رافعة صور الأسرى والشهداء وهتافات حماسية نادت برحيل نظام الحكم وحق تقرير المصير. وقد أكد المتظاهرون تضامنهم مع الأسير الكفيف علي سعد الذي جددت السلطات حبسه بشكل وصف بالتعسفي يوم أمس على خلفية قضايا سياسية. وكان من بين البلدات التي شهدت تظاهرات سترة والمعامير وتوبلي وبلدات شارع البديع، إضافة إلى القرى الجنوبية. أكد المواطنون فيها على رفضهم لأي تسويات دون القصاص العادل من جميع من ارتكب انتهاكات بحق أبناء الشعب. من جهتها حاصرت قوات النظام المناطق التي شهدت حراكا وقمعت المتظاهرين بإطلاق الرصاص الانشطاري وقنابل الغاز السام على أجسادهم من المدرعات. المتظاهرون ردوا على اعتداءات قوات النظام برمي الزجاجات الحارقة وقطع الشوارع بالإطارات المشتعلة. وقد استمرت الاشتباكات لعدة ساعات أصيب خلالها بعض المتظاهرين بجروح جراء الاستهداف المباشر لأجسادهم.